وإلى البورصة المصرية، حيث تباينت مؤشراتها بختام التعاملات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، في حين ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.3 مليار جنيه، لغلق عند مستوى 661 مليار و 421 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10014 نقطة، وأغلق عند 9981 نقطة، منخفضا بنسبة 34%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1837 نقطة، وأغلق عند 1854 نقطة، مرتفعا بنسبة 92%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2725 نقطة، ليغلق عند 2742 نقطة، مرتفعا بنسبة 62%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و70 قرشا للشراء و18 جنيها و77 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و53 قرشا للشراء و19 جنيها و61 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني 22 جنيها و58 قرشا للشراء و22 جنيها و67 قرشا للبيع، الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و9 قروش للبيع للشراء عفوا، و5 جنيهات و11 قرشا للبيع، واخيرا الريال السعودي وصل 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1824 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1855 جنيها، وعيار 21 سجل 996 جنيها، عيار 24 سجل 1140 جنيها، وفي حين وصل الجنيه الذهب إلى 7976 جنيها. وإلى أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط عند التسوية بسبب تفاقم المخاوف من نقص المعروض العالمي، وزادت عقود برنت خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتهبط 3 دولارات أو بنسبة 2.54%، مسجلة 119 دولارا و4 سنتات للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية لتفاقم خسائرها وتهبط 4 دولارات أو بنسبة 3.32%، ليصل إلى 117 دولارا وسنتا للبرميل. في المقابل، ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.9% لتصل إلى 4.45 دولارا للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 7.2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.